ولو مر الندم تلقى الهوى وترتاح، يمكن بعد هم وشقى يهدى الألم. تنسى ولو مر الندم تلقى الهوى وترتاح. صدقني يا حزن النخا حزني ترى مثله، أنا أقدر حزني ترى مثله، أنا أقدر أبي هلي وأنت أقدر أهله، وأنت أقدر أهله، أنت أقدر أهله. نبقى ويبقى حزننا دايم صغير، نبقى ويبقى حزننا دايم صغير. قدام لما تهل أهل وتبقى الحياة، تبقى الحياة أجمل كثير بأهلها وأحلى بمجادي في الأمل. تبقى الحياة، تبقى الحياة أجمل كثير بأهلها وأحلى بمجادي في الأمل، وأحلى بمجادي في الأمل. أستاذ حمد زعلان عليك يا أبو بدر وماخذ على خاطره واجد، يقول إن اليوم جاك النخل وطردتها قدام عيالك، صحيح هذا الكلام أبو بدر؟ نعم أنا أقر هالكلام صحيح، بس يا أبو عبد الله مو بحمد اللي يشتكي علي، أنا اللي جاي شكاي عليه وقدام الرجاجيل كلهم وهذوم يشهدون. ما أدري إيش يبي مني، قاعد يلاحقني من محل لمحل يا أبو عبد الله، يلاحقني ويلاحق عيالي، واخرته طب علي في النخل يتجسس علي انا ويا سعود وبدر. ايش تبي مني انت؟ ايش تبي مني؟ ساله يا ابو عبد الله، خلي اعرف ايش يبي مني، خلفتك. وانا مستعد قدام الرجاجيل كلهم يا ابو عبد الله اقوم واعتذر من واحب راسي بعد. اي نعم انا اليوم انا طالع من نخل نسيب ابو فاضل، مريت عليه في النخل، قصدي اسلم عليه واسال عن سعود وتصالح. فيها شيء ذي يا جماعه؟ لا 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 تبي الحقيقه يا حمد، ما فيها شيء وكلامك مضبوط وعدل. والسؤال عن اليتيم واجب. ايه بس براك ما يبي احد يسأل عن سعود ولد صالح، نشب في حلجي وطردني من انخله. رديت عليه وقلت سعود ولد صالح ولد الديره كلها. ولد الديره كلها؟ وينك عن ولد الديره كلها؟ ما جيت ساعدني ودورت وياه يوم انه اسبوعين ضايع عني وانا ادور عليه في السكيك من سكه لسكه، الحين جاي تسال عنه ولا جاي تتشمت فيني؟ ها؟ سعود مو هو بضايع، سعود منحاش من بيتك يا براك، ديرتنا ما تضيع احد وكل بيت يعرف الثاني. اقول اركد عاد والزم حدودك، ترك ما تعرفني عدل يا حمد. اذكر الله صلى على النبي يا جماعه الخير. لا 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 احنا جماعه واهل ديره واحده
ومفروض ان احنا ما نزعل ما بيننا ذا الزعل كله، واذا سأل واحد منا عن الثاني ما فيها شيء ذي. يا اخي صح يا ابو بدر الله يرحم والديك، شو اللي صار عاد الله يرحم والديك؟ واحد يسأل عن واحد ما فيها شيء. لا، اذا سأل عن حمد فيها شيء ونص. تدرون يا جماعة انا وين لقيت ولد اخوي؟ لقيته في بيت رجل خالته مشغله خادم عنده وبدون كروة بعد، بس غصبا عنهم رحت وجبته. البيت اللي يعني براك هذا بيت خالته، وسعود ما كان في بيت غريب، والحج عبد الله اللي مسوي براك حرامي الحين معروف عند الناس كلهم، اهتم بسعود ورعاه لين جه واخذه منهم. والكلام اللي مو بزين على الرجاجيل في غيابهم عيب يا براك. يا مبدر وين تشيل الصمخ؟ لا تصارخ، ايش فيك تصارخ؟ ايش فيك خوفتني؟ وين الدلخه ولدك؟ وين في؟ ايش دراني عنه؟ من جوياك من النخل ما شفته. طبعا ما تدرين عنه. وين تدرين عنه وانت طول النهار في السكيك من بيت لا بيت؟ وين تدرين عنه؟ آه يا القهر، انا اسد وارقح واذر كل سوالفنا اللي تصير في البيت كلها في السكه، والبركه في ولدك بدير. اراويك بدير، اراويك. اللي ما استشعره من ولدي بهد لك البيت واطلع وياه. قالت لك من اول ولدي ما له شغل بسوالفك مع ولد اخوك، وكانك متهوش ويا حد برا السكه لا تطلع حالتك في ولدي. جاب وين سوت السماده؟ تعال روح البراحه، حامي حامي ونادي اخوك خليه يجي بسرعه. روحي نيرة وين رايحه؟ نادين بدر من السكة. نادين بدر من السكة؟ سمعت أقول لك أنت ترنين هنا عند أمك وخلي بدير بالشارع، أنا ما أبي يجي وبسكر الباب وإن شاء الله يرقد بالشارع. روحي لأمك يلا. الحين عرفت أبوك يا ابن ال... وينك في انت؟ وينك في السكيك؟ ما نبقى لك لا تطلع؟ ايش حقه تطلع؟ ايش قايل حق الصبيان عن ولد عمك سعود؟ ايش قايل لهم ها؟ ايش قايل لهم؟ انا كم واحد لا تحكي لا تحكي اخوي حجي ما راح شغل فيه صح ولا لا؟ قلت له حلو اللي قلت له حلو اللي قلت له حلو اللي قلت له حلو اللي ما تعودت ما تعورت. هذه السالفة كلها يا طويل العمر، والباقي انت سمعته بنفسك. أنا مقدر الكلام اللي تقول يا حجي عبد الله، لكن الولد عند عمه وهو المسؤول عنه، وإذا بقيت تزوره وتطمئن عليه ما حد بيمنعك. إي بس أنت سمعت إيش قال لي في البيت يا حضرة الضابط؟ هذه تحسبني أنا بايق ولد أخوه وخاشع عنهم. أنت ما تبي تروح الحسا؟ خلي الموضوع علي وأنت رح لشغلك وأنا إن شاء الله بطرش عليك. ما قصرت، جزاك الله خير يا حضرة الضابط. يلا من رخصة. في مان الله. في مان الله. حياك الله يا حجي. الو حولني على شرطة الهفوف. مرحبا. يا هلا حيا الله للدمام يا رناقي ابو محمد. الله يعطيك العافية. سم؟ لا والله إلى الآن ما جاتنا أي ملاحظة من العمدة. الحمد لله. أي لا هذه مسألة بسيطة. ابدا اي وقت يبي يجي الله يحييه. انت بس كلمني وما يصير خاطرك الا طيب. ما يحتاج اوصيك على الحج عبد الله، تراه يستاهل كل الخير. وانا اخوك يا محمد اهل الخير يستاهلون، وانا مستعد استقبله واوديه بنفسي يشوف سعود اذا لزم الامر. ان شاء الله ابد ما يصير خاطرك الا طيب ان شاء الله. الله يحييك. في امان الله. مع السلامه يا هلا. الشغل يبي له عقل. اي عقل اي عقل يا عيسى؟ يبغى انت رجولك في المويه انا رجولي في النار. شفت الدنيا هذه على كبرها؟ احس بالنسبه لي حبس سجن.
بصراحة احنا اللي نسويها سجن. ولا مساعد؟ مساعد؟ مساعد يتزوج لولوة؟ وش له؟ أساسا مساعد ما يحب لولوة، بس ليش بيتزوجها؟ ما أدري. هلال، الحياة قسمة ونصيب، مو كل شيء نتمناه نقدر نوصل له. شفت الديرة هذه؟ ديرتي الحسا. خلاص. المشكلة إنه يعني ما عاد صار لي وجه. أبوي 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 لو أنا شفته وش راح أقول له؟ إيش ذنب أبوك وإيش ذنب الديرة؟ يا عيسى يا عيسى، الأوف هذا اللي جاي أنا ما راح أنزل الحسا أبدا أبدا. لا بتروح، بتروح عشان أبوك المسكين اللي قاعد ينطرك، وإذا تحب لولو من قلبك تمنى لها الخير مع نصيبها. اللي يحب أحد يا هلال ما يكره. الله يشافيك ان شاء الله يا حج. جزاك الله خير، تسلم ايدك. تسلم. اخ يلا 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 يلا، عاد اقول لك الضابط محمد جزاه الله خير ما قصر، قال لي شوف يا حج عبد الله متى ما تبي تروح هناك قل لي اسوي لهم تليفون وهم يقومون بالواجب. وانت بتروح متى ان شاء الله؟ ان شاء الله اذا الله قدرني يوم الجمعه. انزين، وما قال بعد شيء عن سعود؟ ما عرفه الحقيقة؟ يقول إنه بخير وطيب لا تحاتين، ويقول بعد إن العمدة هناك يعني مهتم في الموضوع وشايل هم سعود أكثر مني ومنك، تسمعين؟ بعدين إحنا ما نقدر نقول حق الولد يروح يقول حق عمه أنا ما بيكم وأبي أروح بيت أبوي الحج عبد الله غصب، ما يصير. مو هذا الصج؟ هذا الصدق، بس الولد ما يقدر يقول هذا الكلام الله يهديه. بسم الله عليك. اسمي سفر عبد الرحمن. تفضل معنا. وين؟ بعدين تعرف. تفضل. انا ما سويت شيء. بعدين تعرف. تفضل تفضل. هل يدري انك عندنا يا سفر؟ لا. اكيد. انا ما ادري انتوا ليش جايبيني هنا، الدباب باسمي واستمارته موجودة عندي. احنا ما نبي الدباب ولا نبي الاستمارة. ها؟ انا ما ادري عن اي شيء تتكلم. لا تدري، وتدري زين ما زين يا سفر باللي قاعد تسويه انت ويا ربعك. احنا ترى مخلينكم على راحتكم شوي، قاعدين نراقبكم من بعيد لبعيد، وانا تبيني اذكرك باللي سويتوه لما بقتوا المحفظة وقطيتوها في النخل. ها؟ وغيرها وغيرها. تبيني اقول لك بكل اللي سويتوه؟ انا ما ادري عن اي شيء. عندك خيارين يا سفر، إذا ما تبي تتكلم بنادي للعسكري وخليه يقطك في السجن، أو تتعاون معي وتقول كل التفاصيل وخليك تمشي. أنا قلت لك عن كل شيء ولا أدري عن أي شيء، وهالمحفظة أنا أول مرة أشوفها. يا عسكري سام طال عمرك. صدقني يا حضرة الضابط، والله مو بانا اللي سويت، هم اللي يقولون لي وانا اسوي كل شيء. جيب كاس ماي بارد يا عسكري،
ابشر طال. استريح حسن. احنا بصراحة ما نبيك انت. نبي اللي يقولون لك. منهم؟ قل لي اسماهم واحد واحد ولك علي اساعدك واعتبرك شاهد في القضية، وهذا راح يفيدك بعدين، وخصوصا يا سفر ان التهمة موجهة لك انت، وانت اللي راح تلبسها وتاكلها، لان المحفظة لقيناها في نخلكم. ولعلمك ابوك راح يشيل القضية معاك. لا ابوي، لا ابوي ما يدري عن اي شيء ولا له دخل باي شيء. اجل من اللي له دخل يا سفر؟ تكلم. انا بقول بس ما تقولون اني انا اللي قلت. احنا اصلا ما نبي احد يدري انك جيت عندنا هنا، بس بسرعه تكلم لا يفقدونك ويسالونك وينك فيه وين رحت. أنا حي الله سعود ولد أخوي. ويحييك عمي. أقول لي سعود. نعم. بدير كذاب. بدير ولدي كذاب. وأنا ما أشتهي الكذب. أبى أوريك شو أسوي فيه. أبى أدوس في خشته. أبى أخليه يحب الأرض. الخزرانة بقطعها على بدني لأني أنا ما أشتهي اللي كذب. عمي تدري أن الكذب حرام؟ أدري يا إبا، مو بزين اللي كذب. وأنت ما تحب الكذب عدل؟ عدل. زين، بما أنك أنت ما تحب الكذب يا ولد أخوي، أبي أسألك عن شيء وأبيك تقول الصدق. شنو؟ قبل انت شلون رحت الدمام؟ ايه اسمه ايدي ركبت سياره السمك. ايه وركبت ورا يعني يوم الصناديق، ولا شافني راعي السياره مالت السمك. وبعدين يوم وصلنا الدمام سالت عند بيت خالتي اللي هناك الدمام، سالتهم قالوا بيت خالتك هناك ورحت لهم. بين نزغه شلون باخص تعرف تدبر امورك. انا بسامحك واللي راح راح يا ولد اخوي. تعال اقرب. الفلوس اللي اخذتهم وينهم؟ اي فلوس عمي؟ الفلوس هيبه، الفلوس اللي اخذتهم طالع الدمام، الفلوس اللي كنت حاطهم انا بالصندوق وانت اخذتهم، وينهم؟ شف انا ما بزعل منك وبسامحك، بس ابيك تعلمني. يمكن انت اعطيتهم احد ونسيت، يمكن طاحوا منك منه ولا منه. هايبة قل وبسامحك، وينهم؟ عمي صدقني انا ما قلتهم. خلاص تقعد تبكي، مصدقك انا. قم روح اغسل ويلا نمشي. ان شاء الله. من اللي خذ الفلوس؟ حسبي الله على اللي كان السبب. من شفناه ما شفنا الخير. اه صبر، خلى شمد خدك لا يورم عليك باكر. هذه السكه وما تسوي، ما تبي مدرسه ولا شيء. ذا اللي اخذناه من ابوك وولد عمك. نيره نميمه، قومي يما روحي عند ابو سعد وجيبي قطين صلصل وسجيهم على ابوك. ان شاء الله يلا انا بقوم بعد. اقعد، وين بتروح؟ خليك الحين بتجي ام فرج وبتدهن لك جسمك. وش فيها بعد تاخرت؟ قالت لا تعالي من الصبح. الحلاوه يا عبد الله. ابو مساعد مباركين مباركين. الله يبارك فيك. مبارك
ان شاء الله. مبارك. اقول يا ابو عبد الله باكر هالساحه كلها لمبات مولعه. هي عرس مساعد مو لعب. ما شاء الله. اقول يا ابو مساعد هذا بيتك بيدخل فيه اول بيت يدخل فيه كهرب. ترى هذا الكلام بنسجل في التاريخ لعيالنا. هي طبعا اجل القرى اللي وصلها الكهرب احسن منه. لا يبقى. وبعد عرس مساعد اللي يبي كهرب بمد له سلك. اي كل شيء بحقه. اي بس يا ابو مساعد ترى انا بقول لك شيء. هذا الحكومه الحين تحفر هناك تبي تدخل كهرب في ديرتنا. اي اذا جاي ان شاء الله يصير خير. اقول ابو مساعد ايه احنا انا اسمع يقولون ان اللي يمسك الكهرب يقول لك ينفضه ينفضه وبعدين يلفط ويموت. عدل؟ اي عدل ابو بدر. وليش تمسك الكهرب؟ خلي يولع وانت وخر بس عنه. انا بس اسال يعني بعرف الله يعطيك العافيه. الكهرب يبقى حق الانبات مو تغسل فيه ولا تسبح فيه. حد 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 حجاك انت؟ من قال لك من سالك انت؟ انا قاعد اتحكي مع ابو مساعد بعدين انا شريك لا سالت انت ايش دخلك؟ هذا حكي عاد يا ابو مساعد. فما الله يبا فما الله. تعال لا تزعل يا ابو بدر. كذا زعلته؟ يلا بسرعه راح راضه. اقول يا ابو مساعد نعم. الحين معامل القهوه والطبخ وين بيصير فيه؟ كل شيء في البراحة. بندق خيمة، بنحط الشاي، بنحط القهوة، كل شيء هنا. النسوان طال عمرك بيصيرون في البيت داخل، والعصر الغسول والمجيلسي في المزرعة إن شاء الله. ما كأنك استعجلت على عرس مساعد، خليته يكمل المعهد. لا يا أبو عبد الله ومالك لوه. الولد إذا كبر ما له غير العرس. قلنا نعرسه على بنت عمه ونخلص. لا يجيني باكر يقول يبي غيرها ولا بيعرس. إيه هي مسمية له منهم صغار. قلنا نخلص وراي أشغال ما بفاضي لها أنا. الله يجمع بينهم بالمبارك إن شاء الله. وبشرك بعد يا أبو عبد الله خذنا له سيارة علشان لا يقول اغصبوني على العرس. نبي نراضيه بأي طريقة. ومنها يروح على مريته كل يوم ويجي. الله يكافيه شرها. الله يطعمه من خيرها ويكافيه شرها. الله يبارك فيه. ليكون خاشم وتقول مباقوا. شكلك ناوي على نية. شان انت من قمت تسبح وانا شاكه فيك. ايش فيك؟ ليش شاكه فيك؟ بس هو بتزوج انا. اي رجال وعنده فلوس وخاشهم شو بيسوي يعني؟ اقول قوم عن وجهي هذا اللون لوع الكبد. قوم روحي داخل اطلع حرتي فيك الحين. يلا قوم يلا يلا. ايش تو شو عرف شو يسمونه بكر شو يسمونه؟ شنو ايش يسمونه؟ ايش قصده يعني؟ بس والله جبتيها مو بدير. شنو؟ لا ماكو شيء امزح. ايش فيك تتراقص عند الدكان؟ مستانس مستانس يا عبيد. عبيد عطني شربت. عطني شيء بارد اشربه. اركض. في عصير جوز تبي؟ اي شيء سرسح يا يوبا. اركض ان شاء الله. اركض. عدل عدل. ما علي ما علي. شفتي يا مفرج احد يسوي في ولده كذي؟ ما علي الا العافيه. مثل ما وصيتك دهن اليوم وبكره الصبح ان شاء الله ما يشوف شر. شر ما يجيك. ما قصرتي يا عيوني لهاي مثل ولدي. شوي شوي ما يلا خلاص قوم. انزين والدواء الثاني اللي وصيتك عليه وي زين ذكرتيني فيه. وين الولد؟ هذا هو في البيت قاعد على قلبي. انزين قولي سويت في الدمام؟ أقولك صوت في الدمام بس ما تعلمين الحين. قولي هذا أنا أسمعك. سمع سمع. شفت في الدمام توب كبير ودكاكين واجد وشفت نجوم وساعات واجد وحلوة واجد واجد. بعدين تمشين تمشين شوي تلقين بحر. زين أبيك تقولي إيش كبر البحر؟ كبير أزرق ما تشوفين آخره. زين شفت بعد؟
شفت بعد تلفزيون. شلون شفته؟ أنا ومنى نقعد جنب التلفزيون. مين منى؟ بنت خالتي شريفة. كم مرة أقول لك؟ هلا 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 مفرج. مع السلامة. غدو ويانا. ايش فيك؟ ومن اللي صادوه يا حظي؟ من اللي صادوه؟ اقول لك صادوه وفروه وفي النجدة حطوه. ابي اشوف اليوم انا. اليوم شفته بعيني انا، شفته بعيني اليوم. شفته تالينا من بيت العمدة وحاطينا بالنجدة. اقول لك كذي اطراقات. ايه منو اللي حطوه بالنجدة منو؟ ما تدري؟ قولي لها. الملقوف حمد شفته اليوم. انت ما شفتي ايش سووا فيه؟ مسكوا الشرطة من هنيك وسحبوا فيه في البريج. تقولي خروف، واللي ما يشوف بس يطالع، واللي طالع بس ما يشوف. صادوه. يا كلب الشرعان شو مسوي؟ شو مسوي حمد؟ شو مسوي مودينا المخبر؟ شو مسوي؟ شو مسوي؟ اسمعك شو مسوي؟ عدل عدل. أنا اسمعك. امشي أنت بعد امشي. السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. قوة نسيبي. البسي بك. هذا وقت أنا لو عاد عم طرك يعني ما لقيتك. راح. طيب قل لي إيش فيك؟ راح القهوة بجيك. راح. أول علماني ولا ما بروح؟ راح. ايش عندك؟ ايش فيك واقف هنا؟ ما في شيء انا، ايش فيك انت؟ انت اللي ايش فيك؟ انت اللي واقف؟ انا قاعد لومي. لومي ما استوى، متعجب مو بوقته. ها؟ لا لومي ما استوى. ها؟ متى استوى؟ الله انت ادرى. تسع تعال بحاجيك سوا. نعم. تعال يا اخوي، ايش فيك انت؟ واحد ما يطالع لومي. اقول شلونك؟ شلون الاهل؟ شلون الوالده؟ بخير والعمد بخير، ايش تبي؟ لا مو بشيء يعني، بس يا اخي الواحد ما يسال الله هدايه. اي صدق صح، تذكرت. نعم. سبحان الله، الواحد يطري على باله. نعم. الا حمد، الاستاذ حمد. ايه. الله يكفي الشر ان شاء الله. نعم. اشوف الشرطه ماخذينه من بيت العمده، عسى ما نشر نفزع نسوي شيء. هذا شيء بينه وبين العمده، خلك في حالك. اي سالم تعال يا اخوي. نعم. انا في حالي، بس تعرف عاد ولد فريجنا بنعرف يعني. هذه مو شرطه ترى، مو بلعب دي شرطه. تعرف الشرطه شايفه انا مسحبينه من بيت العمده. هذا حمد ما فيه شيء، فاهم ولا لا؟ انت غلطان. وبعدين من اللي قال لك ان الشرطه يسحبه؟ شفته بعيوني انا شايفه مسحبينه من البيت. غلطان ونص. غلطان. زين يا سالم، يصير خير ان شاء الله. اللي ما عارفه الحين عارفه بعدين. الوان 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 الوان. شلونك؟ من انت؟ انا عمك براك، ما عرفتني. عمك براك. ايش تبي؟ انت اللي قل لي ايش تبي.
تبي خبز حمر، تبي شيء؟ عامر قل لي ايش تبي علوان. ابي خبز حمر وحلاوة. بعد حاضر، خبز حمر وحلاوة وشاي سنجين. زين بس ابيك تعلمني، ليش حمد، الاستاذ حمد، ليش خذوا الشرطة من بيت العمدة؟ ها؟ ما ادري. تدري انت من امتى؟ انا مو من الصبح تدري. إيه؟ ما تدري؟ لا ما ادري. عليك وعلي انا اللي اسالك. تعال. ايش تبي؟ يب الخبز. خبز خبزك عن طراق، خلي وجهك كنا خبز حمر. ارقد بس ارقد. ارقد. اقول ان شاء الله انت اللي تاخذونك الشرطة. براك تو يقول لي راح القهوة وانتظرني، واخرت انتظره ويمر علي زهب ويبنط لي يمشي. افا يا براك، بس عاد تدري اقدر اخذ بخاطري انا اللي ما يبينا ما نبيه. راح ما يلام، ما يلام من درويح. عبيد. نعم عمي. تعالي ابو تعب، عطني عطني بيلة شاهي وكثر السكر وحلي يا حلولو. عمي عمي بسفر، كثرة الشاي مو هو زين، انا اخاف تموت وانا ابتلش. لا 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 لا، اترس البيال وحط فيها سكر، انا احبه حلي يا حلولو. ان شاء الله عمي. احسب لي واحد وياك عاد. صدق عبيد. سام عمي. جيب لي يبا بيال على حسابي. ان شاء الله. يستاهل خليف. خليف الله يخليك، الله يخليك. بعيد شوي يا اخي، بطيت راسي من قعدت وانا في جنبك وراسي يدور من ذا الريحه. ايش ذا الريحه؟ ما تسبح انت؟ تسبح تقسل، شوف حق روحك، شوفه عندك مسبعه، عندك الحقل، عندك الحاره والحويرات. يبا راح ونقع روحك في احد ذا العيان، خل ذا الحراسين تاكل من ذا الوسخ اللي في بدنك. انا عارف بتاكل وبتموت، لكن خلها تموت وهي شبعانة أحسن منها أن تموت وهي جائعة. فاضل تعال، تعال يا أبوي، تعال زتها زتها. نعم يما. شوف حبيبي، خل هذا الكتيبة لتعليها وأروح عندك أنا أبو سعد، شوف خالك هناك. ما أخذوا الشرطة لم سويش، الله يستر. سويت يا أخوي يا حمد، وسويت على اختبارات. أي اختبارات؟ الحين أقول لك خالك أخذها تقول لي اختبارات. الاختبارات ما بتطير حبيبي، ها خالك بيطيرونه. يلا أمي، يلا زتها، بارك الله فيك. يلا حبيبي. ويلي أخوي وعرفة ملقوف. معقولة يا أبو سعد؟ معقولة ما عندك خبر ولا علم يا أبو سعد؟ ما عندي علم، ما أدري. إيه طيب ليش ما سكت الشرطة؟ ليش؟ أقول لك ما أدري يا هلال، أخذوها الشرطة ليش؟ ما ندري. طيب خذوه من فترة طويلة ولا من شوي؟ شوي شوي. يلا سلام سلام. عمي أبو سعد. نعم وليدي. ما تدري ليش خالي حامد خذت الشرطة؟ ما أدري، بس إن شاء الله ما في إلا الخير. لا تحاتي، راح يبا طمن أمك، ما في إلا الخير إن شاء الله. راح ما ادري وين راح هذا. انا ما ادري بعد ايش فيه بطه. هذا صوت الدبار، الظاهر النجا. اي هذا هو، هذا هو. اصبر اصبر اصبر، هالحين انت قل لي وين رايح من الصبح؟ من الصبح وين رايح يا ابن الحلال؟ رايح ويا ابوي الهفوف اليوم من صباح الله خير، وتونا جايين الحين. يلا مشينا مشينا. وين وين نسيت انت؟ ها؟ لا ما نسيت، بس ابوي ابن الحلال ينطرني، عندنا شغل ما خلص ولا اقدر اتاخر عليه. ايش فيك انت؟ خايف من شيء؟ اذا خايف من شيء علمنا.
لا بس ابوي مخانجني وقايل لي لا تتاخر علي وخلاص روحوا انت وبجيكم بعدين. زين اجل وصلنا قدام شوي وانت رح لابوك. المهم الليله بنلتقي. الليله اكيد ان شاء الله، بس خلوني اروح اخلص من ابوي وموعدنا الليله. يلا مشينا واخر واخر اركب سوق. مشينا هي سوق. انتبه انت مردود. تفضل يا استاذ حمد كمل السالفه. السالفه مثل ما قلت لك، أنا لما قابلت سعود حسيت إنه خايف، مو قادر يتكلم، خايف من عمه واجد. أنا أعرف سعود قبل ما يموت أبوه الله يرحمه. سعود ولد أمه وأبوه الوحيد، توفت أمه أظن عمره 3-4 سنين، أبوه صالح ما تزوج، خايف يتزوج وتجي مرة ثانية وتغثه. أكيد في مشاكل سابقة بين بيت عمه وبين أبوه. الحقيقة أنا ما شفت شيء، بس يقولون إن بين مرت براك وبين مرت صالح كانت في مشكلة قبل ما تموت مرت صالح الله يرحمها. يعني مشاكل حريم. براك يصير أخو صالح الصغير، البيت والنخل والحلال واحد، تزوج براك وشانت نفسه على أخوه، يقول يبي حلاله، مع أن الخير كله ترى كله هذا مسوي صالح الله يرحمه، لكن عاد إيش تقول حريم. طيب وسعود؟ سعود يا نقيب سيف هو الضحية في هذا الموضوع كله. صدقني اللي ينقال عليه في الصكة من ولد عمه براك شيء ما ينسكت عليه. أنا أقول يا نقيب سيف خلنا نشوف مصلحة هالولد، يعني مدام عنده خالة في الدمام ليش لا؟ ليش ما يروح لها؟ وبعدين عمه ما له حق يمسكها بالقوة. يعني أنت هذا رأيك؟ هذا رأي الديرة كلها مو رأي أنا يا نقيب سيف. مشكور يا أستاذ حمد وما قصرت. وأنا دار أني أزعجتك جبتك من الغرية فأرجو المعذرة يعني. لا بالعكس أنا حاضر في أي وقت تبوني. الشرطه يا جماعه الخير ايش اللي صاير حمد؟ ايش اللي صاير؟ ايش في عليك من سلام؟ ايش اللي صاير لك؟ ايش فيك؟ قل لي يا ابن الحلال. ترى لا ترى ربشتي ما فيني شيء. كل واحد يعني تاخذ الشرطه في شيء. شرطه الحين الشرطه ما خطتك وتقول لي ما فيني شيء؟ ايش اللي صاير حمد؟ ريحني ارجوك، ريح بالي. مشاكل مع براك. مشاكل مع براك يا بنت الحلال ما صار له الخير. لا تشغلين بالك ان شاء الله ما في الا العافيه. اذا ما جاء حمد بعد المغرب ان شاء الله انا بنفسي راح ادوره. زين اقعد للمغرب كذي؟ لا يا ابوي، اقول لك من الدور باخذين بيت العمدة تقول لي للمغرب؟ قوم واللي يسلم قوم الحين. قوم خلاص انا بنفسي الحين اروح العمدة واشوف شو السالفه كلها. زين بارك الله فيك. يلا اروح اغير ثيابي وارجع. ما يحتاج تغير، روح كذي. بروح حق العمدة انا، ايش فيك انت بعيد؟ ها زين اجل يا النسيم. ما دريت ليش ماخذين الشرطه؟ بلا دريت. يقول لك يمكن بيبيع باجله هناك في السجن. ويمكن يبيع ايس كريم وتشيز. لا اقول لك يمكن بيفتح فصل هناك حق المساجين. هاي بطني. يفتح فصل للمساجين؟ بالله عليك الجهال وين يروحون؟ عيب عليك يا براك تتطنز على الاستاذ حمد. ترى الاستاذ حمد غايب وما يجوز عليك انك تتكلم عليه. ترى رجال ما يستاهل. صح ما يستاهل. شفيك انت الحين؟ شفيك انت قاعد تقولب علي توك معاي الحين؟ شو قلب ضدي يا ايب؟ اركب مسك لك مقير عاد. يا معاي يا ضدي عاد. وانت قاعد تسعى تعرفك انت يستاهل ولا ما يستاهل؟ تفهمك انت مختارين ترى بحمد.
يبغى اللي يحط راسه وراس الحكومه يستاهل ونص. اجل ها بس مختارين فيه مالت عليك ماكه هات شايك ما نبي ماسخ حتى شكر ما في. هذا اللي تابع بيت ولا شو اللي يخليك تحط راسك وراس براك؟ انا اقول قام وخلي بيالي قبل النفس عليك طيبه. اسمع ان شفتك مار صوب القهوه انت مع براك لا احشرون تعيش. يلا انا بوخر تعال عطني الحساب. سعود تعال يما تعال. تعالي يما قاعدة. نعم خف. شوف من اليوم ورايح ما بخليك تغسل الصحون، وإذا بدر طقك تعال قول لي بس وأنا أراويك فيه. إن شاء الله خالتي. لا لا يما لا تقول خالتي. شقول؟ قول يما. شوف الفلوس اللي أخذتها عطني إياها، وأنا بقول لعمك براك أنا اللي خشيتها. يلا يما قوم روح جيبهم. ما عندي خالتي. أجل من عنده؟ ما أدري. تذكر عدل يمه يمكن عطيتهم أحد ونسيت. ما أخذتهم خالتي. ما أخذتهم ها؟ أجل قوم غسل المواعين، ولقيت معون واحد من مغسول عدل كسرت على راسك. قوم قوم غسل المواعين. لا ما وعندي ما أخذتهم. أجل وين راحوا الفلوس؟ إيش فيكم؟ شن بدر؟ شيش على الصباح يلا يداج؟ ما فينا شيء. ها أشوفك راجع عيد ورا وعيد قدام، ولا أغراض اللي وصيتك عليهم؟ نسيت نسيت نسيت. اليوم أنا مستانس يا بدر، خليني عاد عاد خليني استانس. اليوم من فرحتي حد أنت والعيال نسيتك. أجل انسى العشاء بعد. أفا أفا يا مدير أفا عاد أهون عليك. إنزين شوفي طش واحد من العيال يروح بقالة أبو سعد الحين ويجيب لنا اللي نبي. إيش تبين بعد؟ عبي على مدير. تعال. نعم خالتي. تروح عند ابو سعد وتقول له عمي براك يقول لك عطنا عيش وصلصل. روح. ان شاء الله خالتي. تعال. نعم. تروح عند ابو سعد وترجع البيت على طول. ان رحت مني ولا مني حشت ريولك. ان شاء الله خالتي. بدر. هاي ما. تعال. تعال. روح ورا سعود وما تخليه يغيب عن عينك وما تحاكي اي مكان يروح علمني. زين زين ما تخليه يشوفك. لا ده معنا بسرعه. اقول المدير شو تخططين انت؟ انا حاسه ان ولد اخوك خاش الفلوس في مكان وبيروح يطلع عليهم. عدل عدل يا ام العريف. زين بتشوف وبتقول ام بدر قالت. زين ما في عشاء اليوم؟ ما في. زين غدا؟ ما في. ريوم؟ منيرة يا عدل. والنخل واقف ما انكسر حتى